السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في استوديو الإخبارية. أمانة مجلس التعاون الخليجي تحتفل بمرور 33 عاما على التأسيس والأمان في الاتحاد، ودول المجلس تربطها عرى وثيقة تسمو على السياسة. أهلا بكم. تحتفل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بالذكرى 33 لقيام المجلس وتأسيسه، وهذه المناسبة بالتأكيد تؤكد أن قيام هذا المجلس جاء بعزيمة وتصميم لقادة دول المجلس، وتجسيدا لرؤيتهم وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان. يحتفل مجلس التعاون الخليجي غدا بذكرى مرور 33 عاما على تأسيسه، الذي شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي انطلاقته يوم 25 مايو 1981، وسط تطلعات شعوب المنطقة الخليجية بالارتقاء بالمجلس إلى مصافي الاتحاد. ويعد مجلس التعاون الخليجي تجربة رائدة في المنطقة العربية لما حققه من إنجازات في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن دوره في تعميق الاندماج الخليجي، مستفيداً من الرصيد التاريخي والقاسم المشترك بين شعوب المنطقة الخليجية. وإن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تمثل نموذجاً تاريخياً راسخاً على متانة وأهمية التشكيلات الاتحادية فيما بين الدول المختلفة، والتي تعكس ثقلها الجغرافي والسياسي والاقتصادي. إن مرور 33 عاماً على إنشاء المجلس يؤكد على أهمية هذا المجلس في العمل الخليجي المشترك، وتعزيز قيم التعاون والإخاء، وترسيخ أواصر التلاحم والمحبة، والعمل الدائم على رسم غد مشترك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي استوديو الإخبارية. خصصت هذه الحلقة للحديث عن الاحتفالية التي ستقام يوم غد، وهي الاحتفالية بخصوص مرور 33 عاما على تأسيس دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الأمانة، أمانة مجلس دول التعاون الخليجي. يسرني أن أرحب بكم وبضيوفي وضيوفكم في هذا اللقاء. معي في الاستوديو الدكتور أحمد أضبيبان، مدير الأخبار والعلاقات الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس التعاون. أبو ياسر أهلا بك، شاكر لك تلبية الدعوة. وأنا كذلك. ومن الكويت معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور فهد الشليمي، رئيس منتدى الأمن والسلام الخليجي. دكتور فهد مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. أيضا معي من المنامة الشيخ الدكتور خالد الخليفة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن وعضو مجلس الشورى البحريني. مساء الخير دكتور خالد. مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله ضيوف الكرام. أبدأ معك دكتور أحمد، يأذنون لي ضيوفي الكرام. مجلس التعاون يوم غد إن شاء الله احتفالية بمرور 33 سنة على التأسيس لهذا المجلس. يعني ما أبغى أكون سلبي، ولا تقرأ تساؤلاتنا لهذا اليوم بالجانب السلبي، احنا نتكلم عن احتفالية فبالتأكيد فرح وسرور، لكن أطرح الطرح المنطقي أيضا لهذا المشاهد، لهذا المواطن والمواطنة في دول المجلس على مستوى الأصعدة، بأنه يعني للأسف بدأ يردد في الأوساط الإعلامية وبالتحديد الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، من يثير الرأي العام بالتساؤل الذي أصبح يرى بأنه السؤال مشروع: ماذا حقق المجلس؟ ويرى بأنه لم ينجز شيئا فضلا عن يحتفل. شكرا أخوي عثمان، وشكرا للزملاء في البحرين وفي الكويت اللي انضموا إلينا. وبالتأكيد يعني هذا السؤال أنا أعتبره حقيقة، بالعكس يعني هو سؤال مشروع وسؤال يعني
ليس فقط يتردد على مستوى الرأي العام، وإنما يتردد حتى في أروقة الأمانة العامة، بل وأيضا في أروقة اللجان. عندما نتكلم عن ماذا حقق مجلس التعاون، لأن هناك صوت مسموع جدا يتكلم على مستوى الرأي العام بشكل عام. مجلس التعاون مضى 33 عام، أنا كمواطن ماذا لمست منه؟ هذا الجانب يعني إذا أردنا أن نفصل فيه له عدة يعني محاور. المحور الأول، ما هي طبيعة المجلس؟ أخوي عبد الملك أنت تعرف المجلس هو منظمة سياسية تنسيقية بين الدول الأعضاء، وبالتالي دعني أقول أن هناك جوانب عادة تلامس حياة المواطن مباشرة، وهي الجوانب الخدمية. هذه الجوانب الخدمية ليست من 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 اختصاصات المنظمات مثل منظمة مجلس التعاون، وإنما من اختصاصات الدول، وبالتالي ماذا يلمس المواطن مباشرة؟ هناك أشياء حقيقة، وبعد بالذات بعد إقرار سوق الخليج المشتركة، هناك أشياء يجب أن يلمسها المواطن. حتى هذه القضايا أو هذه ما نسميها بحقوق المواطنة الخليجية، أيضا لا زال التساؤل يدور، هل هذه المواطنة الخليجية التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو وقادة دول المجلس في نهاية عام 2007 وبدأ تطبيقها فعليا من 2008، هل بدأ المواطن يلمسها مباشرة؟ شعورنا بأنه لا، إلى الآن هناك أيضا إشكالية في أن المواطن لم يلمس. لماذا لم يلمس؟ هذا هو السؤال. هذا سؤال. هناك أيضا شقين لهذه القضية، شق نتحمله أنا وأنت أخوي أبو عبد الملك وأجهزة الإعلام بدول المجلس. نحن متهمون حقيقة بأننا لم نوصل هذه القرارات بالصورة الصحيحة التي يستطيع المواطن أن يستوعبها وأيضا أن يستفيد منها. لكن هناك رأي آخر، ورأي أعتقد له 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 وجهة، أن أيضا هذه القرارات التي وجدت مباركة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وأيضا اتخذ فيها قرارات تشريعية من الدول، يعني الأصل أنها تكون قرارات نافذة، عندما نتتبعها لا نجدها كلها فعلا وصلت إلى المواطن بصورة المأمولة. إما هناك تعثر أو هناك نوع من التباطؤ في بعض القضايا. هذه الأمور تحتاج إلى وقت، يعني ولا يعني أخفي سرا في البيان الأخير أو إعلان الكويت الذي قمة الكويت الذي أعلن في في في, في الكويت، إعلان الكويت، نص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالتأكيد على قضية لماذا هناك قرارات متعثرة، لماذا يعني لا تعمل اللجان على تسريع تنفيذ هذه القرارات، لأنها القرار السياسي واتخذ. هذا التساؤل اللي يكون عند المواطن، أنه هناك قرار واضح من أصحاب الجلالة والسمو، الإشكالية في التنفيذ تقع في اللجان، تقع في قضية التفرع، في وسائل الإعلام، في البث والتوعية أو غيرها. خلينا نقول هذا السؤال بشقين اللي طرحتها للشيخ الدكتور خالد الخليفة. دكتور خالد، يعني السؤال الذي طرحته على الدكتور أحمد أعيد طرحه عليك مرة أخرى، هل من حق المواطن والمواطنة الخليجية بأن يروا، وإحنا نعرف أنها على احتفالية، ولكن هو يعني حتى ندلف من خلالها إلى هذه الاحتفالية بالإنجازات إن وجدت، هل من حقهم أن يتساءلوا بسؤال ماذا قدم المجلس، أو في حين يقولون أن المجلس لم يقدم شيء للشعوب الخليجية؟ في الواقع من مسؤولية المجلس أن يضع البنية التحتية للعلاقات بين الدول، وأنا أعتقد في الحقيقة خلال 33 سنة الماضية هناك الكثير من بنية تحتية رصينة وضعت بين دول مجلس التعاون، والكثير منها يلمسها المواطن بالرغم من أنه له الحق في التساؤل، يعني يلمسه خاصة في قضايا مثلا التنقل بين الدول الخليجية، أصبح الآن تنقل بسهولة ببطاقة ويسير، نحن نطمح بأن تكون هناك وسائل اتصالات ومواصلات أفضل في عملية التنقل إلى آخره، فهذا شيء ملموس يعني. ولكن مثل ما ذكرنا أن هناك في الحقيقة أبعاد سياسية لا يلمسها المواطن، بالرغم أنه يلمس بأن
القرارات اتخذت ولكن في التفاصيل والتنفيذ تتأخر كثيرا، وهذا حال كل يعني كل الكيانات أو التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم. الاتحاد الأوروبي أيضا لديه بعض هذه المشاكل الواضحة بالنسبة للتنفيذ، إلى درجة أن بعض الدول لا تنخرط في بعض طبعا القرارات وتأخذ وقتها للانضمام إلى بعض هذه القرارات في التنفيذ يعني. وبالتالي أعتقد بأن من حق المواطن أن يتساءل، ولكن يجب أيضا أن لا ننسى بأن هناك بنية تحتية هم المجلس على توفيرها، وبالفعل خلال 33 سنة الماضية استطعنا أن نؤمن هذه البنية التحتية بين الدول. نعم. والعلاقات، ولكن يعني يجب أن لا ننسى بأن قيام مجلس التعاون في أساسه مع بداية الثمانينات كان يعني كتكتل أولا ضد الأخطار الإقليمية وخاصة الإيرانية في ذلك الوقت بعد الثورة الإيرانية، ثم انخرطنا في التعاون الاقتصادي. فمجلس التعاون في الحقيقة اليوم هو أنجح يعني تكتل سياسي إقليمي اقتصادي أمني في المنطقة ككل، يعني إقليميا لا يوجد أي تكتل في الحقيقة يذكر لكي حتى نقارنه بمجلس التعاون. في مجلس التعاون بهذه الإشارة بالثلاثة وثلاثين سنة يعني كيان وتكتل ناجح بلا شك، وهناك في الحقيقة الكثير من الطموحات التي يرغب أن يراها المواطن، ولكنها بعيدة بعض الشيء، خاصة عند الحديث عن مثلا التحول إلى اتحاد بدلا من هذه المرحلة التي ظلنا فيها فترة طويلة، مرحلة التعاون يعني. نعم، أنتقل لك الدكتور فهد. الدكتور فهد السليمي من الكويت. دكتور، يعني فيما يبدو ما استوعبته وفهمته على الأقل، وأمثل هنا صوت للمواطن الخليجي من ضيفي الكريمين، بأنه هذه المنظمة هي في الأصل قامت على الجانب السياسي بتوحيد المواقف يعني عالميا تجاه قضية عالمية، تجاه رأي موحد لدول المجلس في جانب أمني قد تكون أو تكاد تكون أكثر، مع أن المجتمع عندما يتحدث الخليجي يتحدث عن ما تحدث على الأقل علق عليه ضيفية على حياة فيما يختص بالبنى التحتية والتأسيسية والخدمات وقضية التنقل والجانب الاقتصادي هو الأهم، لأنه بالتأكيد شعوب المجلس وثقافتها أناطت يعني رغبتها عن التدخل في الجانب السياسي ووضعت ثقتها في أصحاب الجلالة والسمو في القيادة والتوجه لهذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي أخوي عثمان لك وللإخوان المتواجدين معك. أنا راح أتعاون وياك عليهم، أنا راح أصير مواطن كمان مع على الإخوان المسؤولين. إحنا كلنا بالحق يا دكتور خالد، وعلى الأخ الدكتور أو الأخ حمد الضبيان. طيب، عموما شوف، دول مجلس التعاون قامت على الأمن، على فكرة الأمن من بعد الحرب، بداية الحرب العراقية الإيرانية، وبعدها دخلنا في التسعينات في مرحلة البقاء. الكويت احتلت من قبل نظام صدامي، واستطاع مجلس التعاون أن ينجح، وهذا أيضا نجاح يحقق لدول مجلس التعاون. المملكة العربية السعودية مطاراتها وأراضيها كانت مفتوحة، البحرين موانئها كانت مفتوحة، وبيوتهم والسعوديين والقطريين والعمانيين والإماراتيين، وهذا نجاح يسجل على المستوى الشعبي ويسجل على المستوى الحكومي أيضا. التاريخ يقول هالشكل، مو أنا أتحدث. نعم. نأتي إلى مرحلة الألفين وأحداث الخريف العربي وليست الربيع العربي للأسف. دول الخليج هي الكتلة الوحيدة التي سلمت من تأثيرات الربيع العربي، وإن حاشها بعض الارتدادات عندنا في الكويت في البحرين، يعني ارتدادات بسيطة، لكن في النهاية احنا في دول مجلس هناك كان محاولة على الأقل من الإقليم في زعزعة الأمن الخليجي في هذه الفترة، في فترة ما سميته بالخريف العربي، محاولات للتأثير طبعاً. طبعاً موجود، لكن أقول لك عن الكتلة صامدة. إحنا راح نكون الدول صاحبة التأثير لمدة 5 سنوات، خلي شوف المشاهد، 5 سنوات سوف نتسيد هذا المشهد السياسي في الشرق الأوسط، الدول اللي صارت فيها ثورات كلها الآن مفلسة. لذلك أيضاً هذا إنجاز أن المجلس تماسك. أنا ما دافع عن المجلس، لكن أنا أعطي واقع. الآن المشكلة أن إيقاع الشعوب الخليجية أسرع من الإيقاع الحكومي. الشارع الخليجي يريد له طموحات،
أما الجسم الحكومي تلاقيه مكبل بالقوانين والقيود والدورة المستندية والميزانيات. لذلك تجد مثل ما تفضلت حضرتك لما تحدثت في بداية حديثك عن هموم المواطن الخليجي، نعم إيقاع المواطن الخليجي هو أسرع، لكن أعتقد أن ما تم إنجازه هو الانتماء. قبل ما كنا نقول خليجي، لكن نريد أن نشاهد أشياء بسيطة على الأرض. نريد أن نشاهد الجواز الخليجي، البطاقة الخليجية، العلم الخليجي الموحد اللي يرفع. نريد أن نشاهد الربط المواصلات الخليجي بسرعة. الموظف اللي داوم في الدمام يطلع من الكويت يركب القطار يوصل بعد ساعة. هذه أمور تستطيع الدول أن تعملها، هذا المواطن اللي يبي. لكن التقارب والتواصل هذا موجود، وهناك مشاريع أخرى إذا أردنا أن نتكلم نحو الوحدة والحديث والتكامل. إذا أردت دكتور، يعني دكتور فهد أعذرني على المقاطعة، حوادث صغيرة. تفضل. دكتور فهد، سؤالي هذا لك عشان ننتقل للضيوفي، أنه ما تحدث فيه يعني هذا لا يتأتى بأي شكل من الأشكال ما لم يكن هناك وحدة خليجية، نتكلم عن اتحاد بمعنى أصح وليس مجرد مجلس. نعم. للتعاون. وهذا المنادى والمطالبة التي رفعها خادم الحرمين الشريفين لقادة دول مجلس التعاون بوجوب الاتحاد، يعني التالي المواطن يقول أنه في فترة مجلس تعاون الاتحاد الخليجي، يعني نتكلم عن المجلس فترة مجلس التعاون، أنه حتى ما حقق كان يعتبر ضئيل بمقارنة بالمدة التي أخذها المجلس حتى حقق. يمكن الإنجازات كانت في السنوات الأخيرة من عمر الفترة الماضية في فترة المجلس. لا أنا أختلف معك. حلف الأطلسي متى تأسس؟ 1957. متى عمل السوق الأوروبية المشتركة؟ ما صاروا يعني متى عملوا يعني الاتحاد المشترك؟ ترك هي نوالي حلف الأطلسي. نعم. بدأت. لذلك أعتقد أن هذه الفترة صح في بطء، أتفق مع حضرتك، لكن أعتقد أن حتى أيضا لا تنسى التعقيدات، التنازل عن السيادة شيء مو سهل، لكن دول مجلس التعاون الخليجي هذا البطء أيضا له إيجابية، جعل التنازل عن السيادة يعني. نعم. في هذه المنظومة أمرا مقبولا. لذلك. نعم. حتى وإن كان هذا البطء، لكن أيضا تشاهد أن له إيجابية. بالتالي يعني نطلع حنا قبل بين المراكز الحدودية صراحة يعني نطول، الآن ما شاء الله يعني تروح، أنا ما أسوي دعاية لكن هذا واقع، أنا دائما أروح. إيه؟ زيارة إلى البحرين، زيارة إلى دبي أو الإمارات بشكل عام. أتفق أنا معك، لكن المواطن يريد شيء يلمس بيدينا، والدول تريد كيان استراتيجي بعيد المدى. نعم. كيف نلبي هذه الرغبة؟ هذه فترة قد تأخذ 12. طيب. سنة بالضبط. طيب. إما تزيد سنة أو تنقص سنة. ما أريد أن أتحدث في هذا الموضوع. طيب. أكثر، لكن الفترة الزمنية. دعني أنتقل دكتور فهد. طيب أعطيك الفرصة فيها. أخلص هذه لتأهيل المشهد الخليجي. أيه. للحدث القادم. طيب دكتور أحمد، هل لأن ما تطالب فيه الشعوب الخليجية، خلينا نقول لك مع فرحة إتمام 33 سنة يوم غد الاحتفالية، أنه زي ما تفضل الدكتور أو ضيوف الكرام بأنه يحتاج شيء ملموس، دائما طبيعة الإنسان تقييم الأمور إذا لم يكن شيء ملموس أمام العين ومشاهد ويحس بأثره فوري ولا ما يعتبره إنجاز. هل لأنك تتكلم عن مرحلة التأسيس، وذكر على سبيل المثال الحلف الأطلسي في فترة التأسيس، تتكلم عن شيء استراتيجي، خلينا نقول لك اعتباره كبنية تحتية لتأسيس سياسي، لتأسيس سيادي واقتصادي يعيش طويلا وليس على هامش رد فعل وفعل؟ جميل. أولا حقيقة يعني دعني أشير إلى قضيتين ثم أنتقل إلى سؤال اللي أثرته. القضيتين الأولى اللي هي ما يعني ما أشار إليه الدكتور خالد، حقيقة المجلس نعم هو يعني عندما قام المجلس في عام 81 كان هناك ظروف سياسية لا تخفى على أحد في المنطقة، لكن أنا لا أتفق حقيقة مع القول الذي يقول أن المجلس فقط خرج لي نتيجة لظروف أمنية أو ظروف سياسية. أنا أعتقد التأسيس أنه هذه الرؤية اللي موجودة في الرأي العام على فكرة، لكن الواقع يقول أخوي عبد الملك بأننا الأصل أن نكون يعني كتلة واحدة. نحن يعني عوائل متشابكة مع بعض، بس هذا ما يعيب أنه يكون السبب كان لا جانب أمني. أنا أقصد هو استجابة طبيعية لفعلا ما يربط بين دول المجلس، لأنك بعض الأحيان تحتاج إلى زي ما قلنا قبل شوي فعل ردة فعل، أنه كان في حافز خلانا ننتبه إلى أنه نحتاج. قد يكون هو من الأشياء التي سرعت، لكنها ليست هي الأساس الذي بني. ليش أنا أقول هذا الأساس؟ ليس من فراغ، لأنك عندما تعود إلى الهدف الأساسي أو يعني من ضمن أهداف مجلس التعاون هو تحقيق التنسيق
في كافة المجالات وصولا إلى وحدتها، لم يقل في المجال الأمني والمجال السياسي، بل أنا أتذكر عندما بدأنا في المجلس الوزاري الأول في الطائف في الاتفاقية، درسوا وزراء الخارجية المجلس الوزاري في ذاك الوقت الاتفاقية الاقتصادية، وأتذكر التصريح اللي قيل في ذاك اليوم، قيل إذا أقرت الاتفاقية الاقتصادية سوف تتغير بوجه. بس ذكرت دكتور قبل شوي في بداية الحلقة بأنه هي في الأصل منظومة سياسية وتتطلب البنى التحتية والخدمية تنفيذها من قبل الدول نفسها. نعم أعضاء. نعم هذا طبيعي. أنا لا لا أنا يعني أفرق بين القضيتين، أنا أقول لك هي منظمة سياسية تنسيقية، يعني دورها تنسيقي، ولذلك هي يقول التنسيق بين الدول الأعضاء في كافة المجالات وصولا إلى وحدتها، فهي منظمة ليست لها سلطة تعلو على سلطة الدول. هذه الفرق. مثلا الآن عندما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي، الآن الاتحاد الأوروبي وصل إلى مرحلة يعني تختلف عن مرحلة وتفرق هي عن قضية المطالبة في الاتحاد سواء لكن فدرالي أو خلينا فدرالي. نعود إلى النقطة الأساسية وهي قضية المواطن. أنا يعني الموضوع اللي بدأ فيه الحديث هو أن المواطن يتساءل ماذا قدم. أنا أقول لك نعم، فيما يخص المواطن مباشرة، فيما يخص المواطن، أخوي عبد الملك يعني وش يبغى؟ يبغى بيت، يبغى سكن، يبغى عمل، وظيفة، يبغى هذه الأمور الحياتية. لكن أتفق 100% مع ما ذكر الدكتور خالد بأن المجلس عمل على بس يعني هذه معليش دكتور تأسيس. هذه المطالب لما يطالب فيها المواطن حيطالب فيها السعودي في السعودية والكويتي في الكويت والعماني في عمان. نعم. هو يتكلم عن جانب خليجي كاتحاد. أنا معنى يتكلم عن اتحاد معناه ما أطالب أنا مثلا يكون بيتي في الكويت أو في الإمارات بقدر ما أطالب أنه يكون هناك سهولة تواصل، تنقل، اتحاد خليجي، عملة موحدة زي ما تفضل قال مثلا جواز موحد، بطاقة موحدة اللي تربط كدول خليج بعيدا عن المطلب مستقل للدولة. لا لا، هو الآن ما حققه المجلس في 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 في, في تحقيق المواطن الخليجية هو أنه أتاح فرصة تملك العقار، العمل، يعني معاملة المواطن الخليجي في أي دولة من دول المجلس معاملة أبناء الدولة نفسها. طبعا الأفراد سواء الأفراد الاعتباريين أو الأفراد يعني سواء المؤسسات والشركات أو الأفراد العاديين، هذه قضية يعني تجاوزناها. ولذلك أنا أقول لك ما تحقق خلال 33 سنة فعلا يعني غير وجه المنطقة، غير وجه المنطقة. يعني أنا أتكلم عن بدايات المجلس 81 وما وصلنا إليه إلى الآن. طيب. هناك أنا فقط أريد أن أؤكد على النقطة اللي أشيرت، نحن فعلا عشان عندي فقرة صحافة. نعم. بعد قضية الموضوع الأهداف التي قام على المجلس، هناك أهداف يسعى المجلس لها وبدأ وحققها وهو الأمن. ما أشار له هذا محور حنتطرق له. نعم. محور مستقل. بس عشان بنتقل للشيخ الدكتور خالد، بس يأذن لي أيضا أن أتوجه مع زميلي عبد الرحمن داود لأقوال الصحف. مساء الخير عبد الرحمن. مساء النور عثمان، وشكرا جزيلا لك، وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى قراءة في الصحافة وأبرز ما تناولته حول موضوع حلقة الليلة، مرور 33 عاما على الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. ونستهل صحفنا بصحيفة الاقتصادية بعنوان الأمانة العامة تحتفل بمرور 33 عاما على قيام مجلس التعاون، حيث قالت الصحيفة تأتي هذه المناسبة لتؤكد أن قيام المجلس جاء بعزيمة وتصميم قادة دول المجلس وتجسيدا لرؤيتهم الثاقبة وإيمانهم بما يمثل هذا الكيان من دور حيوي في حاضر الدول الأعضاء ومستقبل شعوبها وبما يعود به عليهم من النفع والخير والعزة. فمجلس التعاون وخلال مسيرته التي استكملت 33 عاما يزداد رسوخا مع مرور الزمن وتشابك دوله في عصر التكتلات التي يشهدها العالم حاليا. وننتقل بكم إلى صحيفة الرياض تحت عنوان دور بارز للقيادة السعودية في تعزيز المسيرة الخارجية منذ التأسيس وحتى الاتحاد، حيث أشارت الصحيفة إلى رعاية صاحب السمو الملكي الأمير التركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الحفل الذي تقيمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بمناسبة الذكرى 33 لقيام المجلس الذي شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي انطلاقته عام 1981. وقالت الصحيفة أن قيادة المملكة أولت جل اهتمامها بالشأن الخليجي وعملت بكل صدق ومحبة وإخلاص على تحقيق ما فيه خير لشعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. فمنذ القمة التأسيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برزت مواقف القيادة السعودية بالفعل قبل القول في دعم العمل الخليجي والنهوض به على المستويين الداخلي والخارجي. وإلى صحيفة عكاظ بعنوان 33 عاما تشهد
على إنجازات مجلس التعاون الخليجي، حيث يرى مسؤولون خارجيون ومحللون وخبراء أن مجلس التعاون طالما شكل الدرع الحصيل لدول مجلس التعاون الخليجي وكان ولا يزال الدعامة الرئيسة لأمن واستقرار الخليج، معربين عن أملهم في بلورة هذه المسيرة بالاتحاد الخليجي. ونختم صحفنا لهذه الليلة بصحيفة اليوم بعنوان في ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي، حيث قالت الصحيفة يتزامن مرور 33 عاما على تأسيس مجلس التعاون الخليجي في 25 مايو عام 1981 هذا العام مع ندوة نظمتها الهيئة الاستشارية للمجلس في مسقط نهاية الأسبوع الماضي لتقييم مسيرة المجلس، حيث تناولت مجموعة من المحاور الأساسية وعلى رأسها المحور السياسي ومحور الإنسان والتنمية والمحور الاقتصادي والمحور الأمني والمحور القانوني. ورأت الصحيفة أنها مناسبة تستحق بالفعل هذه المراجعة والتقييم والخروج بالتوصيات الملائمة لدفع مسيرة المجلس. مشاهدي الكرام، كان هذا كل ما لدينا في جولتنا الصحفية لهذا اليوم. عودة لزميل عثمان وضيف الاستديو. إليك عثمان. أعطيك العافية. شكرا لك. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. أنتقل لك شيخ الدكتور خالد الخليفة، وخليني يعني أنا ودي والله بأمانة يكون الوصول يعني في حوارنا هذا وشاركة برنامجنا بأن يعني يحتفل مع الأمانة بيوم غد إن شاء الله، لأنه نبغى نوصل للشريحة العامة من المواطن والمواطنة الخليجية بشكل بسيط بعيدا عن البعد السياسي والأطروحات المنتقى والمقتضبة. فخليني أستذكر جملة يعني من إنجازات المجلس ما كان له علاقة في الجانب الأمني، ونستذكر جميعا، وخليني أقول لك اللي يعني عاشوا هذيك اللحظات، نسأل الله أنه لا يعيدها على أي مسلم فضلا عن إخواننا في دول الخليج. غزو الكويت، لما قال الملك فهد رحمه الله إن ذهبت الكويت نذهب معها وإن بقيت نبقى سويا، وما حصل مؤخرا عند تدخل قوات درع الجزيرة أيضا في قضية أحداث البحرين. في الجانب الأمني إحنا خليج واحد وتربطنا الدم والنسب والعرق والدين والاقتصاد والثقافة واللغة، وكل هذه روابط عندنا قد لا تتوفر في أقاليم أخرى. في هذا الجانب الإنجاز قد يكون أكثر ما يقرأ المواطن الخليجي والمواطنة هو جانب الإنجاز الأمني على مستوى الوحدة. تفضل دكتور. في الواقع يعني هذا كلام صحيح، ومداخلات الإخوان الدكتور أحمد والدكتور فهد مداخلات جميلة وواقعية، ولكن يجب أن نلاحظ بأن هناك تطور في وعي المواطن الخليجي، وخاصة في يعني من خلال هذه الأزمات، يعني أزمة غزو الكويت الآن مؤخرا طبعا السنوات الماضية في عام 2011 بما سمي بالتسونامي العربي، سواء كان تأثيره الطفيف الذي وصل للمنطقة خاصة في البحرين مثلا، وكذلك التطورات الإقليمية الآن في المنطقة في العراق وفي سوريا وغيرها، هذه في الحقيقة تطورات إقليمية يعي بها المواطن. لم يعد المواطن يريد أن يأمن على طبعا الخدمات الأساسية له من مسكن وخدمات طبية وصحة وتعليم وغيرها، ولكن الآن المواطن لدينا على الأقل نحن في البحرين وكذلك في الكويت وفي المملكة العربية السعودية وفي كل دول الخليج يعي بأهمية الأمن، بأهمية الأمان. رأى بعينه أن ما يحدث في سوريا الآن كارثة، وممكن أن يحدث في أي دولة أخرى لأنه حدث في خلال أيام. ولذلك أنا أعتقد بأن الوعي للمواطن الخليجي أصبح أكثر انفتاحا على التطورات الإقليمية والعالمية. في السابق بالفعل كان هناك اهتمام فقط للخدمات الرئيسية، ولكن اليوم أنا أعتقد بأن مثلا دعوة خادم الحرمين الشريفين للانتقال أو التحول من مجلس إلى اتحاد خليجي قابلها طبعا يعني قبول شعبي. أنا حتى أتكلم لك في البحرين، يعني الآن المطالبات بإقامة الاتحاد شبه يوميا في الصحافة وفي وسائل الإعلام
وشعبية، يعني لم تعد فقط هي مطالبات حكومية أو السعي الحكومي تجاه إقامة الاتحاد، ولكن هناك ضغوط شعبية من دول الخليج لإقامة هذا الاتحاد. طبعا التحديات كثيرة والمخاطر كثيرة، وهناك في الحقيقة كما نعلم جميعا أن هناك من يسعى إلى وقف هذا الانتقال أو التحول إلى الاتحاد لأنه ليس في مصلحته، وهناك دول إقليمية ودول عالمية لا تريد أن ترى هذا الاتحاد. وبالفعل أنا أعتقد بأن المواطن الخليجي انتقل أيضا بنفسه إلى مستوى أو مرحلة الوعي بأهمية الأمن وأهمية الأمان، وبدأ يطالب هو بإقامة الاتحاد متبنيا دعوة خادم الحرمين الشريفين. وبالتالي أعتقد بأن على الدول أن تسعى، وأنا في رأيي في الحقيقة يجب أن يعني نسعى ونبدأ بتنفيذ هذا الاتحاد، حتى لو كان اتحادا ثنائيا في البداية وثلاثيا وبالتوازي مع تواجد يعني مجلس التعاون، ليس هناك ضرر بتاتا الى ان قليلا يعني الى ان تظهر يعني فائدته لبقيه الدول وينضم اليه الدول الاخرى، وبالتالي ممكن ان نتخلى عن مجلس التعاون بهدوء وباريحيه يعني. نعم، واعتقد بان يجب ان ننتقل الى هذه المرحله انها اصبحت مرحله شعبيه. نعم دكتور فهد، يعني انا اسف فعلا لضيق الوقت يعني، وكل ضيوف الكرام يستحق انه كل واحد يظهر في حلقه ويدلو بما لديه، لكن خليني بنقول لك ايضا هذا السؤال من جانب الإنجازات، ومع أني أرغب أن يكون عند أبو ياسر الدكتور أحمد، يعني بحكم من وجوده في الأمانة قد يقتضب لنا كثير من الإنجازات على شكل نقاط. فأسألك عن قضية يعني المطالبات في الرأي العام الخليجي. نستذكر، أنا ماني فاكر التاريخ، إذا ذكرني فيه دكتور فهد، القمة الخليجية التي كانت في الكويت حضرها أصحاب الجلالة والسمو، انتهت بطفل يطالب، كان يطالب طفل، نعم كان هناك طفل يطالب قادة دول مجلس التعاون بإظهار الكثير من الإنجازات وإعطاء الوعود لهذا المجتمع الخليجي المواطن والمواطنة بأن يكون هناك فيما يختص بالمواصلات بالنقل، وكان هناك خروج بتوصيات أو قرارات لها علاقة بقضية الربط الكهربائي والربط السكك الحديدية وغيرها من التي كانت فعلا من أحد القمم التي ما زالت ترسخ لدى أذهان الرأي الخليجي في المطالبات التي يبحثون عنها وقد لا يرونها إلا في قضية الاتحاد بعيدا عن المجلس. دكتور، أنا ما أسمعك لكن راح أتحدث، يعني أنا الآن الصوت راح. أيوة الآن طيب. أسمعكم تفضل. أنا أعتقد، شوف، خلني بس أتطرق على الجزء الأمني. التهديد ضد دول الخليج الآن اختلف، أصبح الآن الجريمة المنظمة، المخدرات، الجريمة الإلكترونية، كل دقيقة في جريمة إلكترونية، خسائر الجرائم الإلكترونية أكثر من 800 مليون دولار، لذلك نحتاج إلى أجهزة أمنية موحدة. هذا بالنسبة للتوحيد وبالنسبة للتهديد. أما بالنسبة لماذا يريد المواطن، أنا أقول لك، أنا كنت أتمنى تسألني كيف نطور مجلس التعاون الخليجي. أنا أعتقد أننا نحتاج إلى التطوير، المواطن يحتاج إلى التطوير، يحتاج إلى تطوير أيضا النظام البرلماني، النظام البلدي، نحتاج إلى برلمان خليجي. بس دكتور فهد موجود. يعني دكتور فهد، لو سمحت لي، أيضا إلى دكتور فهد، مواصلات وسكك حديد تنقلني، أنا بأطلع من الكويت أوصل دكتور عمان، دكتور فهد ما أوقف بأي جوازات. دكتور فهد إذا سمحت لي، الحديث عن تطوير مجلس التعاون، أكمل ولا عندك تعليق؟ لا عندي بس يعني مداخلة معك. قضية تطوير مجلس التعاون، كأنك يعني هناك ما هو أسمى وأعلى من هذا المطلب، هو الانتقال إلى الاتحاد، يعني ما عاد المجتمع ولا القيادات السياسية على الأقل بالدعوة التي وجهت من خادم الحرمين بالحديث عن تطوير المجلس، بل الانتقال به من المجلس إلى اتحاد. يا سيدي كلامك صحيح، أنت علشان تعمل اتحاد لازم تتشابه
منظومات متشابهة، المناهج الدراسية قد تكون متشابهة، نحاول نخليها تتشابه أكثر، الربط الكبير أو الاستراتيجي بالطرق يجب أن تكون متشابهة، أيضا الأمور البسيطة ولكن لها تأثير نفسي على المواطن، الجواز الخليجي الموحد، البطاقة المدنية الخليجية الموحدة، هذه تشعر المواطن بالانتماء. بالنسبة للتوحد كل الخليجيين يريدون الوحدة، ولكن how we do it، كيف نعملها؟ كل ناس لهم آراء، البعض يقول لك نبدأ في المستوى السياسي، البعض يقول لك نبدأ بالمستوى العسكري، أنا رأيي إن احنا نبدأ بالمستوى الكونفدرالي، يكون خطاب الخارجية موحد وقدراتنا العسكرية موجودة وقدراتنا الأمنية موجودة، والاقتصاد والأمور الأخرى تتبع لاحقا، بالتالي احنا نخش في النظام الكونفدرالي أو نظام شبيه بالنظام الكونفدرالي، بحيث أنت خطابك السياسي الخارجي موحد وسياستك الدفاعية موحدة وسياستك الأمنية موجودة، وإن كان يشوبها بعض الثغرات. ليش؟ لأن في اختلاف النظام السياسي المحلي، البرلمانات، الانتخابات، هذه كلها أمور تحتاج أنك تعالجها بتشابه هذه النظم وتحلها ببرلمان خليجي منتخب، سمه مجلس شورى خليجي، سمه مجلس بلدي خليجي، المهم أن يكون هناك على قرار هذه المجالس. هذه الأمور تجعل المواطن يتحرك ويشاهد ويرى أن احنا على خطى الاتحاد. المهم الأمور البسيطة هذه هي تلعب دور كبير، الهوية، الجواز، رفع العلم الخليجي في كل سفارة خليجية، هذه هي الفاريبلز، هذه علامات الوحدة. التطوير الآخر يأتي على مستوى أعلى، البرلمانات، في واحد يقول لك احنا برلمان منتخب ما لنا شغل بالسعودية، انت محتاج تعمل كومبرومايز، او ما لنا شغل في قطر، او ما لنا شغل في الدولة فلانية، انت محتاج تعمل كومبرومايز، توحد الرؤية السياسية للمشاركة المحلية والمشاركة الشعبية، ايضا انت توحد النظم، نظم المرور، نظم التدريس، التعليم، تضع مواد رئيسية، الفيزياء والكيمياء والأحياء تكون موحدة، واضح هذا الفكرة، هي العلم الجديد القادم. نعم، وكل دورة لها حرية في اختيار المواد الأخرى. نعم، هذا اللي قصدته أنا في التطوير. طيب دكتور فهد، واضح هذه النقطة. دكتور أحمد، احنا يمكن شبعنا كثير في جلد الذات في مستوى الخليج، أبغى أتطرق معك فعلا للإنجازات، حتى عندما تطلق عليها لفظة الإنجازات تستحق هذه اللفظة وتستحق هذه الجملة مما قدم. يعني أنت مسيرتك أيضا مع المجلس مسيرة طويلة، مواكب لكثير من أحداث وقراراته، سمي لنا بعض الإنجازات الملموسة. طيب، خلينا نقول خفي منها. لا، هي 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 ملموسة لكل من يتابع مسيرة المجلس. عندما نتكلم عن قضايا لا يمكن لأي بلد كان، فضلا عن المنظومة، أن تعمل بدون أن يكون هناك أمن. الأمن الجماعي من أهم الأشياء التي استطاع المجلس أن يحققها لدوله. طيب، سواء الأمن ضد أي تهديدات كانت، ضد تهديد خارجي أو داخلي. القضية الثانية هي التكامل الاقتصادي. التكامل الاقتصادي كما ذكرت لك، يعني دول المجلس يعني لم تكن هي الدول الآن هي الدول التي كانت قبل 30 أو 33 سنة. التكامل الاقتصادي شبه يعني مكتمل بين كافة الدول، ونعرف ثقل دول المجلس اقتصاديا. بل احنا تجاوزنا هذا. طبعا هناك قضية مهمة، وانا هنا حقيقة لا ألمع ولا أتكلم والله خلاف الواقع، وإنما أتكلم لا أنا أتكلم بالواقع. قضية أنا سمعتها من عبد اللطيف الزياني الأمين العام الحالي، وسمعتها من عبد الرحمن العطية الأمين الذي قبله، وأيضا جميل الحجيلان، كل الأمناء يقولون كلمة واحدة، يقولون يا جماعة الخير والله عندما نجلس مع القادة دائما يركزون على الإنسان الخليجي، اهتموا بالإنسان الخليجي، هدفنا هو الإنسان الخليجي، هدف المجلس في نهاية الأمر هو الإنسان الخليجي. أنا أقول قضية الإنسان الخليجي لم تكن غائبة أبدا عن ذهن المجلس ولا عن ذهن القادة. هناك طبعا لا شك يعني قضايا كثيرة، وبالذات القضايا التشريعية تحتاج أن تؤسس لها حتى المواطن يلمس هذه المنجزات. أنا أعتقد في المجال التشريعي حقق المجلس يعني خطوات كبيرة جدا في كافة المجالات التشريعية، سواء في مجالات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، أمنية، عسكرية، سياسية، في كل هذه الأمور هناك اتفاقيات تستطيع أن تقف عليها، وهي التي يعني بعد يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى أوجدت هذا التماسك لهذا الكيان. أنا أريد أيضا أن أشير إلى نقطة مهمة، يعني المواطن قد لا يلمسها، المواطن العادي،
وهي أن سياسة المجلس، وهذه من الأسباب اللي أو خلينا نسميها سر الخلطة اللي أبقت لهذا المجلس تماسكه، أن المجلس لا يقبل أبدا بحرق المراحل، ولا يقبل بفرض الآراء على بعض. الجميع يعطى حريته في الرأي، يعطى وقته. من إذا استطعنا أن يعني إحنا العام السنة هذه أو بداية العام تم افتتاح المبنى الربط الكهربائي. الربط الكهربائي بدأت فيه عدد من الدول، ثم بقية الدول قالوا إحنا نستكمل بعدكم، ثم استكملت المجموعة. كذلك في كثير من القضايا نسير بنفس المنهج. السكك الحديدية الآن بدأ المشروع، يعني بدأ يعني يوجد على الأرض دول تعمل على ربط السكك الحديدية. كنا في يوم من الأيام نحلم بشيء اسمه التنقل بالبطاقة، أصبح هذا واقع يا أبو عبد الملك. وهذه حقيقة أقولها، كنا نتكلم في الثمانينات لدينا عبارة وكنا نثبتها على مجلة التعاون، نقول لنجعل أمل اليوم واقع الغد. أنا أعتقد أن ما كنا نأمله في الثمانينات أصبح واقع الآن. هناك واقع، هناك إنجازات. بس تتفق في قضية ما فضلوا ذكروا ضيوف الأفاضل بأنه الإنسان الخليجي رؤى وطموحات وأماني تسبق الحراك، خلينا نقول لك السياسي والرأي الرسمي لتباطؤ فيه. اسمح لي عند كلمة الرأي الرسمي، أنا أقول ارجع أيضا لتصريح، مش الرأي الرسمي، أقصد في التنفيذ. في التنفيذ يعني أنا أتفق معك، الكل يعي جيدا، ما احنا مجاملين، احنا ان شاء الله لا نجامل ولا ندلس ولا ننافق، نعلم جيدا بان قادتنا القاده لدول مجلس التعاون كل في دولته وحتى لاشقائه لا يهتم الا بالمواطن والمواطنه، لكن اتكلم عن معوقات، عن اليات، عن قد يكون مسؤولين متباطئين وغيرها. انا اتكلم انه الحراك الراي الشعبي يكون دائما تطلعاته تسبق الرؤى. طبيعي، وهذا شيء طبيعي. يعني دائما يعني طموحات المواطن عاليه ومن حقه هذا. وانا اعتقد ان سقف الطموحات لم نصل ابدا الى ملامسته. نسعى ويسعى المجلس حقيقه، ولكن يسعى ب يعني خلينا نقول برؤيه واضحه متئده بعيد عن حرق المراحل، وسنصل باذن الله. لكن انا اتكلم عن ان الانسان الخليجي، تنميه الانسان الخليجي تحققت. لكن هناك ايضا معلومه ودي ايضا يعني على عجالة ودنا نعلق عليها لانها مهمه جدا. طلعت على احصائيه تقول انه عام 80 او خلينا نقول 81 كان عدد سكان دول المجلس ما يقارب 14 مليون مجمل كل دول المجلس، ما يقارب 14 مليون. الان ما يقارب 50 مليون. ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني انه ما يقارب 40 مليون اذا قلنا يعني استبعدنا الاطفال في ذاك الوقت، ما يقارب 40 مليون من دول المجلس يعني ظهروا على الدنيا ومجلس التعاون موجود. وبالتالي لا نتكلم عن كيان طارئ، لا راسخ، يعني أصبح حقيقة واقعة، بل أثره الدولي، وهذا لعلنا نعرج عليه، أثره الدولي أصبح معروف وثقله السياسي معروف. أنا والله أتمنى أن نعرج على كثير من الأمور في هذا الملف، ملف مجلس التعاون لدول الخليج، لكن للأسف وقت الحلقة انتهى، لم يعد لدي الكثير من الوقت، وإن شاء الله نستمتعنا أنا وضيوفي الكرام بهذه الحلقة. فأعتذر منك سمو الشيخ الدكتور خالد الخليفة، وأيضا الدكتور فهد الشليمي على ضيق الوقت، وأيضا الدكتور أحمد الضبيبان مدير الأخبار والعلاقات العلامية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، شكرا جزيلا لك. الشكر لك أيضا الشيخ الدكتور خالد الخليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن وعضو مجلس الشورى البحريني، شكرا جزيلا لك. والدكتور فهد الشليمي رئيس منتدى الأمن والسلام الخليجي. باقي مشاهدي الكرام، يعني في الختام خليني على الأقل أنا وزملائي في فريق البرنامج ننقل نوع من الرسالة التي نحس فيها نحن كخليجيين، كأبناء هذه الجزيرة العربية الموحدة، وإن كانت هناك أقطار متعددة بالتسميات، فهو تراب واحد ودم واحد ودين واحد وعرق ولغة واقتصاد ومستقبل واحد لهذه البلاد. فالله يديم علينا وعلى إخواننا الأشقاء في دول الخليج الأمن والسلامة والعافية ولباس الصحة الدائمة لنا ولهم، ويكون النماء مجملا. الرسالة التي نبثها من هذا البرنامج لأمانة مجلس دول التعاون أو دول الخليج التعاون لها علاقة بالإعلام، يطالب الإعلاميون والإعلاميات بأن يكون هناك عودة وتفعيل قوي للتلفزيون الخليجي الموحد، للإعلام الخليجي الموحد الذي يرى بأن القصور والإشكالية الكبرى والعظمى ومربط الفرس في قضايا الرأي الخليجي وأطروحات ما يقدم القادة والزعماء الخليج من إنجازات لهذه البلاد وتمنياتهم لها بأن تكون مزدهرة،
تقع على عاتق، خلينا نقول فعلا، واحنا كإعلاميين نتبنى هذا الجانب، فعلا احنا عندنا مشكلة في القصور، لكن نحتاج على الأقل بأنه الأمانة إذا لم تقم بهذا الدور وترتقي وتساعد كل أجهزة الإعلام الرسمي على الأقل في دول الخليج تكون لديها زمام المبادرة ويكون لها دعم لا محدود، لأنه الإعلام أصبح أهم سلاح وأهم وسيلة لتغيير الثقافات والشعوب والعالم. الله يديم علينا وعليكم إن شاء الله. أمننا واحد وخليجنا واحد، هذه الجملة اللي تربينا عليها جميعا، فالله يديم علينا وعليكم. في رسالة يوجهها قادة زعماء أصحاب الجلالة والسمو لدول الخليج، هذه الرسالة يوجهونها للمواطن من المواطن أيضا الشاب الواعي العاقل المتعقل، أعدتها الأمانة، أترككم إياها في أمان الله. نعم أنت وأنت أيضا، نحن أصحاب القرار، بطموحنا نصل، نبني خليجنا ومستقبلا، نحقق الهدف، نثق برؤيتنا المشتركة وبدعم قادتنا. الواقعية والإيجابية أبرز نقاط قوتنا، نحن المستقبل وخط الدفاع الأول عن قيمنا ومبادئنا، ويوما بعد يوم بالعلم والمعرفة نبني مجتمعنا ليصبح أمل اليوم واقع الغد، نتخطى الحواجز لنبني المستقبل، فنحن المستقبل.